انقضى صوم المسيح تقال يوم سبت النور، انقضى صوم المسيح بالسلام، والمخلص خلص العالم وقام، الذي كان نسل آدم يرتجي حل في العذراء وتهال عقل فيه، اشبه الخلق تعالى عن شبيه، تربى في حضن مريم كالغلام، الذي أشبع الألوف والصفوف في البراري من الخمسة الرغوف، أيستحق أن يقف هذا الوقوف، أو يسمر أو يعلق في الدعام، الذي أروى البرايا بالمياه، مريم قد أرضعته في صبا، هتفت بالمجد أملك علا، يا لبشرى وعلى الأرض السلام، الذي أحيا وحيد الأرملة وصنع كل العجائب كاملة، جهروا له الصليب في الجلجلة، وهو ساكت ليس ينطق بكلام، انقضى صوم المسيح بالسلام، والمخلص خلص العالم وقام. قريانا دعيذة دقيمته، اجلسوا وانصتوا إلى نبوة إشعياء، برخمار قومي استنيري فإنه قد وافى نورك، ووقار الرب سيشرق عليك، لأنه ها هو ذا الظلام يخشى الأرض والديجور الأمام،
ولكن عليك يشرق الراب ووقاره عليك يترام. فتسير الأمم في نورك والملوك في نور إشراقك. ارفعي عينيك إلى ما حولك وانظري، كلهم يجتمعون ويأتون إليك، بنوك من بعيد يأتون وبناتك على الأرائك يربينا. حينئذ تنظرين وتستنيرين وتفرحين ويرحب قلبك إذ تنقلب إليك ثروة البحر وقوات الأمم تأتيك. جماعة الإبل تخشاك، بكران مديان وأعفى كلهم من شبايتهم، حاملين ذابا ولبانا وبتسابيح الراب يبشرون. كل غنم قيدار تجتمع إليك وكباش نبايوت تخدمك، فتصعد للمرضاة على مذبحي وبيت جلالي. شليحة درازد رمشد قيمته من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثية، يقول: يا إخوان بارخ ما يقول: فالآن قد قام المسيح من بين الأموات وصار باكورة الراقدين، وكما أن الموت صار بإنسان كذلك تكون قيامة الأموات بإنسان أيضا. لأنه كما أن جميع الناس يموتون بآدم كذلك سيحيا جميعهم بالمسيح. كل واحد في رتبته، المسيح على أنه صار باكورة، ثم الذين هم للمسيح في مجيئه. وبعد ذلك يكون المنتهى عندما يسلم الملك لله الآب، إذ تبطل كل رئاسة
وكل سلطان وقوة لأنه لا بد أن يملك حتى يضع أعداءه جميعهم تحت قدميه. وآخر عدو يبطل هو الموت لأنه أخضع تحت قدميه كل شيء. وفي قوله إن كل شيء يخضع له من الواضح إنه يستثني الذي أخضع له كل شيء ومتى أخضع له كل شيء فحينئذ يخضع الابن نفسه للذي أخضع له كل شيء ليكون الله كلا في الكل. والنعم والسلام مع جميعكم يا إخوتي. آمين. مقام جسدك نور يقال أثناء بركة القربان. جسدك نور لا يكون نارا لأجسادنا دام قال لي أنفسنا بل يفرح قلوب هذا المقام يقال في قداس مساء عيد القيامة المجيد. شباح المريا كل خن عمي شباح المريا كل خن عمي كل خون يلد وامشي حماتون لمشي حلوشتون من مايا وروحا دعميتم الخون بعمرة دش مايا شو حلو لو راوى الروح تقود شا بحضروا حعماتون حضروا حلوشتون الحظ ماريا إذاعتون دوش ميت ثقرون وعميت ذباسمون بعمر لطوي. ويتبعه طاس
وانحث. تقال في صبرا عيد القيامة: طاس وانحث ريش ما لاخي من شماي شمايا، كاذ الويش هذرا ويقارى ما لا خايا، وعاقل كيبا من قورب ثهرا ربا، والناطوري أقم وبذحلا وزاوعا، والنشعنا ومر الهند لا قرت ذحلا، قام لماران من قوراخ شودايا. نقوم شابي دشويلان يوما ندني ومزيحاني دشلاما دقيامتي داوهين قديشين
بندكتوس كم را ربا بابا درومين ومار عمانو القاثو لقا باطر يركيس عالكل هون بناي تشمشتهم اوهيون باعينا من نار على هيا هيا رحمنا ها ودعتي رب رحمة وشلاما هون دبران لما ناعو لشلاما دق يمتين ايه 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 باعينا منا هيا هيا دوش ميا مشتباح ورعا مزدغيذ بعيدة شوي حادق يمتين ايه 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 باعينا منا برويو هيو قل خلا نمشي حا ماران بطيبو ثاخ وزقى عمان شينخ وشلامخ ومنا عن شملاي درازي دق يمتخ وثرا حم علين ماران ثرا حم علين قام حقا لعيد القيامة المجيد قام حقا قام رب المعجزات في 30 قام من بين الممات بيقين شهدته المريمات هللويا هللويا قام قام بيقين شهدته المريمان هللويا هللويا قام قام مريم في الغبش سارت بالعجل كي ترى ما صار من شأن الحمال قلقت إذ رأت القبر همال هللويا هللويا قام قام قلقت إذ رأت القبر همال هللويا هللويا قام قام ناطر البستان قل لي أين هو ابن ربي وحبيبي لوجه أعلمني أين قد أودعته هللويا هللويا قام قام أعلمني أين قد أودعته هللويا هللويا قام قام أبشري يا مريم قام الختان اذهبي بث التهاني بالعلان بشري أن قد حيي الوجه الحسن
هللويا هللويا قام قام. بشري أن قد حي الواج الحسن، هللويا هللويا قام قام.